بني. واو بالله مش هتجيب. ما هوش ده ماما مقامات ودوعد لا لا عادي شغال عادي شغال من اين اديته انا ما هنعترف من اين اديته حصلته هنا عند البرميل لا ما هنندش تعمل لنا مصيبه انا ما هن مو وقتك الان اقول لك حصلته انت سالوا شعر انا حصلتك ولا لا من بلاش يا صاحبي الذبح اروح ادعي العقل يا عقل لقي وقاهل يا عقل يا عقل نبهان خير موفي حصلته قاهل حصلته قاهل ايش لي قاهل هذا ما حصلته عند البرميل كان يبكي 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 وانا اقول له اموه اكيد شوف عاد قاهل ما شاء الله محسنه ما شاء الله نبهان اديله ايش ربه تمام شو له ما شاء الله الله يحفظه الله يحفظه لحظه الله ما شاء الله ما تتبنوا تتشافق له خير يا ردمان بن من هذا كيف مزوج علي بالسر ولا مالش عارفه وعملتوا هذه الخطه بينتكم البين وقاهل وشلية ما نزريش علشان تكذبوا علي ردمان بن من هذا الطفل ردمان لمن الطفل هذا ردمان صراحه ايش بزوجي العين نفس العين النخره نفس النخره الصلعه نفس الصلعه ها 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 انت ها 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 يا شلية شلو ها 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 يا عقل ها دوا يا عقل دوا تعال يا عقل تعال عقل عند البرميل مو من هذا ها مش انا والله انا حصلت عند البرميل يا عقل عادي شغال عقل نبهان من النديت هذا كل ساعة وديت لنا مصيبة والله عظيم قسما بالله حصلت هنا ما وش أنا هنا حصلت هنا عند البرميل أبصرت أحد يطرحه لا كنت راقد كيف نعمل عقل شلهم عقل هنا شلهم أنا إيش صراحة ترى هذا مصيبة كيف شعمل أبوه أكبر عقل أسرح العاقل شلهم عقل البيت نقات أمانة لا تقطع يدي وتردنا يلاق خلينا رحلي يا نقات يا نقات طيب أنا أجيب أقوم بسكين الشارع أنا شوف ما قلت يو ما هذا يا نبهة صرت قاهل هنا عند البرميل ولا يبكي مسكين شكله زعلان مني إيش من زعلان أكيد قدو جاوع وين أهله ما معنا جارين حصلته بالشارع شلوا معك اين شلوا خليلي حالي قد ما يجهر مايكروفوني وزياده وين جالس يبكي زعلان مني انا ما عملته انا عاد اصير ابسل له شويه حليب جعل لي مكسر القدوع يكون جاوع وانتو بهله ها يلا وبهله جعل لي مكسر وانت سماعه يا صباح الخير حيا الله المشاهدين والمتابعين في كل مكان اليوم جيت لكم بموضوع مهم جدا كلكم عرفتوا بقضية الطفل الذي ضاع صح؟ اليوم جينا لكم عند المجنون نبهان والذي تبنى هذا الطفل صباح الخير يا نبهان كيف حالك هذا المشاهدين حقنا 100,000 لايك إعجابات لايكات علشان نبهان كيف حالك؟ إيش القضية؟ أنا الطفل بسم الله الرحمن الرحيم خليهم عشان يبصروني هنا ايوه بعد هنا شوفوا نبهان بسم الله الرحمن الرحيم ايوه يا اخواني انا كنت راقد وسمعت الطفل يقول واه يلا تمام الله يحفظك يا نبهان طبعا هذا نبهان اب وام اب وام في نفس الوقت اكيد احنا عندنا هذا الموضوع هذا القضيه ما تنسوش لايكات اشتراكات اعجابات باي طب لمن هذا الساعه نبهان الله يحفظك رجع لعبه ولا هذا تعال يا عاقل
هذا قديت لك المنظمه. هذا السلام عليكم. منظمه ما؟ منظمه لحقوق ورعايه الطفل وتاهيله. الحمد لله. يلا ربك وفقك ونقيت خلاص منظمات الطفل لحق الاطفال. يلا شوف بس ناخذ معلومات. ايش اسمه؟ ما داري. سجلوا نبهنتو. كم عمره؟ ما انا داري. سجل يومين ثلاث كذا. يومين ثلاث. خلاص معنا هذه المعونة الذي نقدر نساعد فيها. هذه ايش حطابات؟ السلام عليكم. هو الطيف. ما دخلوه هذا اللي نقدر اساعد. انت منظمة الطيف ما اقدرش. اشغلهم مش عاد اشغلهم مش هذاهم. هذاهم قد جابوا له المنظمات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حطابات. ما شاء الله حطابات هذه حجم كبير ممتاز. حليب. ما في عاقل. ما هو عاقل. حطابات كبيرة والحليب حق واحد عمره سنتين وهذا الابن عمره يومين. يعني شو اروح اغيرهن؟ غيرهن مو عاقل. روح غيرهن انتبه له كذا هوي له. نبهان اديت له حليفه. اي أيوة والله انه انا قاهو عدها بس صبحت شله. يلا به لها. مات لا عادوا 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 حي. سامحني يا ابني سامحني. بني ابنك؟ ايوه انا امه. وليش ضربت ابوه بالشارع؟ يا اخي انا زوجي مات في الحرب وعندي 8 اولاد ما عنديش ما اكلهم واشربهم، فقلت احط هذا انا وراك بوم بعيد زوجي الاسره كريمه تاكله وتشربه وما يموت الجوع مع اخوته، لكن يبدو ان الحرب خلتنا نعيش بغابه والناس اصبحت وحوش. حسبي الله ونعم الوكيل. زهر امها رفضته من الفقر والكل، كنت للشارع عسى واحد من الناس يطعمه، بس الطاهر الحرب خلتنا وحوش. والحرب خلتنا كاننا في غابه ما فيش رحمه ولا شفقه. اليوم الأم تفر مني بالشارع خوف من الفقر والجوع. يا ريت اللي يتحارب ويحسب الناس، يا ريت اللي يتحارب ويعرفون أن استعدت من الحرب، فقرت من الحرب، جوعت من الحرب، اهتانت من الحرب. بس حرب بس حرب بس حرب. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا أنور أخي دائما غرفته مش منظمة ومش مرتبة، فنيلة هانك وبنطلون هانك. هلا يا أختي نميان الله يحفظك، كيف حالك؟ أهلا. طيب ليش بترجم بالجاكيت هكذا؟ يا أخي متى تكون منظم ومرتب؟ شلو معك الله يحفظك أختي. إيش رأيك يا أخي بنزوجك؟ قدك كبير حق زواجه، دور لك مرة تجي تنظم حياتك وترتب حياتك، ها ما قلت؟ خلاص قرفعته معك هذا، خلاص هبه فكر. الله يهديك يا أخي. أختك عندها حق يا أنور، لازم أنك تتزوج وتجيب واحدة ترتب لك حياتك، لازم أنك تكمل نص دينك. يا أنور الزواج راحة، الزواج استقرار يا أنور. تقول؟ صدق لك الهبل هذا زواج انوار بين الزواج اتفقنا على هذا. شوف خليك كذا عزب ايش حياته انطلق تمام، اما لما تتزوج انت هبل تتقيد، انت مجنون تتزوج، مجنون تعرف ما الزواج معناته بتروح لك واحده مثل العسكري البقاء. انوار فينك لابس ساعه؟ انوار انا مليون مره قلت لك لما اكون اكلني ما تلفت لعندي وعينك بعيني، فينك لهذه الساعه يا مرحه؟
عيني بعيني موتشي ها. فينك هذه الساعة؟ قلت لك تأخرت من الدوام. تأخرت؟ دوامك ينتهي الساعة 12. لحظة لحظة احسب لك. دوام ينتهي الساعة 12، معك 36 ثانية تتصل لي تقول لي انك خرجت. ملايا ملايا معقص ولا كلمة ولا اسمع نقص. معك دقيقة تنزل الدرج، معك 26 ولا كلمة، معك 26 دقيقة في مسافة الطريق في حال ما تأخرت وما كانش في زحمة، 26 دقيقة، 27 دقيقة هذا كرم مني إذا كان في زحمة، يعني الساعة 12 و45 دقيقة و26 ثانية وانتنا عندي بالبيت، فينك لهذه الساعة؟ الساعة الآن 12 و47 دقيقة و25 ثانية، معك ثلاث دقائق زيادة، فين كنت؟ يا أمر الله يحفظك، أنا تأخرت شوية بالدوام عند أصحابي. شوية؟ ثلاث دقائق و26 ثانية شوية يا اللي ما عندك لا ذمة ولا ضمير ولا إنسانية؟ هذا كله شوية؟ أنا إيش هنا بالبيت؟ أنا هنا سلك جوافة ولا سلك طاولة بلا كرسي صح؟ أنت تقول عني جوافة؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. كان يوم اخبار يوم تزوجتك والله ما اجلس لك في بيت، والله ما اجلس لك في بيت. مرة بل اسمعين اسمعين يا مرة، اللي تأخرت شوي عند اصحابي طلقني. لا 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 مشي الزواقة، مو من زواقة يا اخي، شوف على مورم على دحس مشي الزواقة. كلامك صح والله. تمام تمام مشي مشي الزواقة خلاص قطل الزواقة. لا مشي الزواقة حسنت. يا أنوار ما بوش لا هم ولا هرم ولا دحس، هذا كله بس تخاف عليك وتسأل عليك. وبعدين تخل معي، تخل معي لما تكون تروح من العمل تعبان حالتك حالة وتحصل من يستقبلك ويستقبلك بحفاوة بحب باحترام. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، نور البيت نورت، يعطيك ألف عافية، الله يحفظك يا رب، الله يحفظك، ما أحسن حسك داخل البيت، حياتي أصبحت كلها سعادة. الله يديلك العافية يا مرا، وأنتي أنتي 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 سر السعادة بهذه الحياة، المرا نور البيت، أنتي كل البيت مش إلا نوره، أنا في ذلك. الله يحفظك الله يحفظك، الحين قل لي أكلت؟ ما أكلت؟ قلت ما أكل أنا وبنت عمي، كيف أكل أنا في ذلك وأنت ما أكلتي؟ أكيد بتكون جاوع، قصف عمري عليك، خلاص قد جهزت لك أكل من اللي يحبه قلبك، ثواني بس بيكون عندك، أنت الآن جلس وارتاح، ثواني والأكل عندك. يونا في ذلك يا أمر، الله يدي رزقك، الله يفتح عليك يا أمر ويخليك لي يا سد. ما أحلى الزواقة. تزوج زوج انوار عقل قال ايش زوج انا كنت هبل له معك عقل وزوج انت هبل صدقت كلامه خليك المساله ورديه لا يا صاحبي شوف انت لما تزوج معناته انك تروح لك وحده تنكد على حياتك يعني كيف بتكتشف بعد فتره انك تزوج كالمحقق كمان تزوج كاميرات خفيه تزوج كاميرات تجسس ها تكون تجسس عليك تبهدلك تجننك تأكد. أنوار لم الشيطان الرجيم مالك لو تعمل رمز للتلفون الله أكبر عليك لأنه تلفوني كيف لم لأنه تلفوني كم مرة قلت لك لا تعمسي تلفونك رمز؟ يا مرة تلفوني ما افتح الرمز ماشي افتحه يا مرة افتح الرمز يا مرة ولا كلمة افتح الرمز ماشي افتح الرمز تمام على طول هذا الرمز يا مرة قال ما تقلى بالعين الحمراء يا مرة بس ابدا بالواتس شوف مو في معك بالواتس بسم الله تقراسي؟ تقراسي انوار سجل تقراسي ولا تسجلني وزارة الداخلية قلبي كان حاسس قلبي كان حاسس انك خاين ونزل وحقيت والله لا امسح بكرامة الارض انا باوريك انت وين الان يا مرا الو عمه الله يحفظك كيف انتي
الله يحفظك يا عمة. لا بس كنت اشتي اقول لك ابني كنور نسي تلفونه بالبيت وقزعله عندكم. ايوه بس من نلقي قولي له انه نسي تلفونه بالبيت. الله يحفظك يا عمة. الله معك مع السلامة. براءة شلت ولا كلمة. عادني ما كملتش يا براءة ولا كلمة ولا نقص ولا اسمع لك صوت. طيب الغالية جدا. ايوه الغالية الغالية جدا. الغالية جدا يا نور. هذه الغالية جدا. وانا اقول راتبك فين يروح؟ طلعت غالية وجدا. الله ينتقمك. الله لا بارك فيك بعد هذه الساعة. كان يوم اغبر يوم تزوجتك. والله لا خلك تندم على اليوم اللي زوجتني فيه يا نور. والله لا خلك تندم على اليوم اللي قررت تخونني فيه. انا بوريها هذه حطافة الرجال. يا غرب اصعب. الو منتهى كيف انتي؟ كيف حالك؟ الله يحفظك. لا بس تلفوني انفصل قلت اتصل لك من تلفون اخي كنوار. الله يسعدك. امانه تحتاجي شيء ولا شيء؟ امانه لا احتجتي حاجه كلميني. الله يحفظك. انا بدارك. الله معك مع السلامه. امنت بالله يا براءة. براءة بالله يا براءة ولا نقص. يا مرة بس انا عادني ما كملش. ازيد اسمع لك نقص؟ الله شال لك الله قابك. محمود الكهربائي ايوه اسا. بس انا محمود يا اخي اسا. خليني اشوف شغلي. شغلك محمود الكهربائي. يا اخي اسا. محمود الكهربائي كيف انت يا حبيب القلب؟ عادي محمود. أسا محمود الكهربائي كيف أنت يا حبيب القلب والروح؟ صح تحسبني هبلة ولا خفيفة عقل ولا إيش؟ ولا تحسبني صغيرة ولا مجنون؟ لا 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 مجنونة صح؟ مجنونة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. عملت الخطة هذه كلها ومحمود وكهربائي زيد علشان ما أكشفك. لكن ربك شتي فضحك. ربك شتي فضحك. إحساسي عمره ما خيبني. قلبي كان حاسس انك خاين يا التافه. انا بوريها يا نرد محمود خطافة الاسع. اسع اسع. الو يا وسخة يا اخو. اهلا اخي. انا اسفة 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 كنت غلط بالرقم بس. الله معك. شفت انه محمود الكرمة براءة ولا تدي نفس ولا اشتي اسمع صوتك بهذا البيت. يا برق انت اسا كسروا لك فيها. زوجتوني. انا مش قلت لك مش اسمع صوتك. صوتك يوترني. خليني اشوف شغلي. شوفي شغلي جواه اخضر. حياتي والله انه حياتي. اسا خلص حياتي. امك واتصلنا له. اختك واتصلنا له. حياتي هذه انثى ينادي ينور. يا مرا والله انا متاكده قلبي احساسي عمره ما خيبني انك خاين وتافه عقيل. والله لا اهن كرامتي هذه الكلبه الحقيره القزيزه التافه خطافه الرجال. القزمه انا بوريها. اصح خاين يا مرا. اصح وليش تسمع نقص؟ جاوب التلفون. جاوبي مرة مرة. ها انا حياتك. انا طلعت حياتي. الله يحفظك. انت داري انا قلبي كان حاسس انك انت يعني ما بش مثلك. انا داري انور. شوف شوف قلبي كان حاسس انه انت استحالة. اضع مرة نقص مسجلالي الحمار الكبير. انا الحمار الكبير. الحمار اللي انا اتزوجتك يا هذا ابوني. لا 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 مش تتزوج. ايش دخله بخصوصياتي يا اخي؟ هذه خصوصياتي خصوصياتي. ايش دخله؟ والله والله انه معه حق. خلاص انا ما عادش اتزوج. غلطان غلطان. لا تصدقش يا انور. الحياه ما تقوم الا على المحبه والموده. الحياه ما تقوم الا على الثقه. خلي بينكم ثقه. خلي بينكم محبه وموده.
صلي على رسول الله. وبعدها أقول لي إحنا عش الزواج. يقول ابن شيبة يتيم، إحنا أنت الآن في نص عمرك، ضروري تتزوج، ضروري تشوف عيالك. ما شاء الله يا مرا. على فكرة أول ما يكبر أنا شدخله طب عشان يبكي الدكتور محمد أنور. إن شاء الله بإذن الله أحسن دكتور هذا إن شاء الله يا رب. لقوله تعالى فلله الخمس، صدق الله العظيم، فإنه تقرر أخذ الخمس من كل مواطن ومواطنة، وذلك امتثالا للأوامر القرآنية وتحقيقا للأوامر الموضوعية، فإنه تقرر تجميع الخمس الآن وفي الحال واللحظة. فهمتوا؟ فهمتوا؟ فهمنا. لحظة، أنا ما فهمك شيء. أنا يا عمدة يا بزوانة، لو سمحت أنت شيك سألك شكراوات. قل الخمس هذا مهن. يا أخي الخمس يعني الحبة السيجارة نخبسها أنا وأنت بدل بشرب الوحيد. ما الخمس معناته 20% الأسرة، وهذا عنصري ما ينفعش. فهمتوا؟ فهمنا بس هذا ظلم. فهمتوا؟ خلاص فهمنا. فهمنا خلاص فهمنا. سابر. ها معي فانتين بتيجي جاي. أنا بين أبيع مكان اسمعي 15 مكنسة، قلت هذه الخمس الله أعلم كيف حالتكم. جيرم يا ابني جيرم. وانتي ما معك جي. وأنا فقير ما فيش معي ولا حاجة، معي 10 صحون وهذا الكتلي قلت أجيبه لكم. أش من فقير يا بنتي، هذا حق الله، الله معك. طيب وإحنا وين نسير يا جماعة الخير؟ يا بنتي ريحيش، هذا مشهد ثاني، الله معك. حسبي الله ونعم الوكيل. ها تفضل. ما هو هذا؟ قم قم عيش. أني مخضبت عرايس واليوم خضبت 5 عرايس وهذا لك. يعني منقشت عرايس؟ أيوة. كنت عدتي لنا عروسة الخامسة. لا حول ولا قوة إلا بالله الحاصل. خلاص اخطي خير وبركة يا بنتي. ها السلام عليكم يا حضرة العمدة. يا أخي خلنا خالد ماله يا أخي. أنا طالب البوفي هذا اللي عندكم. أيوة. دريت. لكن يا أخي أنا ماشي في مش أنا فاطن حقكم الخمس. قلت لا أدي لعندكم هلا. جي هلا أنا بس أنا أقول لك. أيوة. جرني يا ولد. أيوة كمل الخمس. خلاص كلنا الخمس طحن. قلت كلنا الخمس. أيوة. أنا أقول لك هكذا. خلاص رحلة خير وبركة. الله معك. بركة العالم. أخي لحظة مالك، خلينا نتكلم مع بركتنا. بركتنا شوفوا لهم عيش حاجة للبطة، عيش معي حاجة للبطة، فبأكون أجيب لك اللعبة الخامسة اللي يفوز باللعبة. أخضع الله بتخيضع. ما هو هذا؟ يعني ما معيش للعبة هذه، إيش أعمل لنا؟ ما مكان العاب، قد إحنا بنلعب بلاد كلها على كلها جاية تلعب. هات ما هو هذا؟ فزي يا ابني رحلك. الله الله معك وانت معك.
حي 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 بديت يا ولدي حي. هذا الزلط، هذا الفلوس. هي افتح افتح. تفضل يا مولانا. ما هو هذا يا خبيث؟ ما هو هذا؟ اصلا انا اختن اطفال، اليوم ختنت 5، هذا الخامس والكبير. الله رضاك. يا جحفل، ما هو عند امك؟ ما عاد سيرش انثرها. وانت انثرها هنا هنا هنا، انا هنا واقف امامك. انثرها انت هبل، ما حد يقدر يكلمك. لا انثرها انثرها، يلا يلا عند امك. انت شل انت بني، يلا عند امك. حاضر يا بابي. بابي يلا بابي. كلها بابي. ايش في ايش في ابو يمن؟ أيوة. ابو ماجد كلمني وقال لي تريدني بموضوع. ايوه اشتكي موضوع، شينا هي حاله الحرب اللي احنا فيها في البيت، وش تعمل صلح بينك وبين مسعده؟ يا مسعده مسعده، انا ما اقدر اسمع مسعده. أيوة صلي على النبي هدائي، بس اسمعي الكلام، بعدين لما عجبكش الكلام تكلمي. مسعده تعالي تعالي مسعده. سيت داون. اوكي خير يا ابو يمن. طيب ايش في معك؟ ايش في معك؟ شوف احنا مش اعداء بعض، يعني مسعده وانتي احنا كلنا يعني عائله بالاخير، العدو واللدود للمشترك لنا كلنا هي هذه وابنه جعبال. هذه كيف نتفق فيما بيننا ونعمل خطه هكذا نطيرهم من البيت وعشنا بامان وسلام. اوكي تمام. فشيء الان اصلح بينك انتين اولا، يعني نجلس هنا؟ لا خرجني والله مو صدق. انا اقترح بدل ما هذه المتصل بتطلي داخل تسمعنا نروح حديقه. مول حديقة خلاص كافيتيريا ان شاء الله، نجلس مع بعض وهدرنا ونفسح كل مشاكل وسدينا وعملنا خطه نجي نقلع عليه وبنها. تمام كل واحد على غرفته يتجهز وخرجنا ونسحبنا بهدوء. اوكي انطلق. ايوه يا ابو يمان، تجي تخرج تفسحهن وتمشيهن وتصالح بينهم وتتآمروا علي انا؟ والله ما راحت لك يا ابو يمان. جحفل لبعك يمه، ما عاد تشتغل. هانئ ما اسمعني، ايش تخرج تجيب لي فازلين وصابون وشامبو وقرابيس بسرعه؟ لما عند حمامه انت هبل، شق دماغك هذا بدل ما انت قاعد تقرا 24 ساعه. اسمعني، نشتي نعمل مخطط ونوزعهن على البيت كله، نخليهن يتحصن لما كسرتهن واخليهن مكسرين في زوه ما بيكون اسمي زينب. بسرعه والما ما نشتري الغام ونقرحهن. لا مش للدرجه، ديكور ما يتحملش. سريع. حاضر يا امه. بسرعه. حاضر يا ابو يمن. طيب يا مسعدة من عيوني يا نوال، انا بوريكم. ايوه يا ابو يمن، من وين عايخرجوا؟ سعدة تخرج من هنا توصل لها. أنا أبو يمن أنا جاهزة. هنا سابر توصل. أبو يمن سابري. ها 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 إيش في؟ وين يوقف؟ هنا سابر. أيوة اسمع هذا الجني يا نوال. الصياحة أبو يمن خير. إيش فيه؟ تخرج من هنا. أيوه هذا تمام. تعال وين هذا نحطها؟ إذا جانا ضيف ضايفنا كذا. تمام
هذه نحطها على الاحتياط. خلاص كذا تمام. يلا امه ما رايش اجرب العصبه واحده على التقراح. انا ذا الكل. ابويا ما انا جاهزه. أنا أبو يمان. أبو يمان. ملك سلامك. أبو يمان سلامك. واو 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 واو. إيش في إيش في إيش في إيش في؟ يجعلكم للزحق والمحق والملل متلاحقا يا رجلي. أبو يجعلوا نستحق المحق اللي كان السبب. هذه ما فيش غيرها، هذه ما فيش غيرها زينب المتصلبطة اللي كل المشاكل بالبيت هذا من تحت راسها هي والقحش ابنها. أنا متأكد يا جماعة إن عين وصابتنا جميعاً. لا عين ولا شيء. هذه زينب، هذه زينب وابن أخ قف هذاك، والله ما غير زينب. حسبي الله عليك يا زينب. طيب إحنا وين نسير يا جماعة الخير؟ وين عاد نسير بأرواحنا؟ وين نسير؟ إيش ذنبنا إحنا المواطنين؟ إحنا عايشين في وطن تجردت فيه كل المشاعر الإنسانية. ايش ذنب الاطفال اللي قاعده بتتقتل؟ يا لمياء 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 وقف وقف لمياء ياي. مش المشهد هذا مشهد ابو يمن، ما حناش بنبهان اخرجي. خليني اكمل كلامي. من حقي احيا انسان حريه وكرامه، من حقي احيا انسان وارسم احلامي. أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان، أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان، أعطونا الأمان، أعطونا الطفولة، أعطونا الأمان. لمياء 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 هذا مش الثاني. لحظة يا أستاذ أسامة. إيش لحظة؟ أمشي مثل الحين معنا. قالوا لي إني حرج بيني ما بيزهر، ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان، ما جربت الحرية. سلامة مع السلامة، شوفيك بالمشهد الثاني. ها يا أبوي ما ليش أشوفك. زينب زينب هذه اللي قلت لك من اول يوم، يا عاقل خرجي يا عاقل خرجي وابني من بيتي. شوف كيف عملت انا، عملت انا الغم داخل البيت، فكرت انا كسرت انا يا عاقل. ايوه انتم كل حاجه زينب، عملات زينب سوت الحين، هذا كسرتكم زينب لحاله. ايوه زينب يا ابني، برضه يا ابني ما بيقدروش عليكم. بطل لك يا ابو يمن كله فوق زينب. يا عاقل انت عاقل، فرطك محايد، حقق معه وشوف. طيب انا بس لو شوف لو طلع بشيء بيوقع كلام ثاني، واذا طلع هي تطرد من البيت. لا بنعمل قصه. لا ما اتفقنا، اذا ما طلعش هي تجلس هنا، اذا طلع هي تطلع ابني من البيت. تمام. ايش حابين نشوف بعدين كيف الموضوع. زينب زينب. هاي عاقل ايش في؟ ايش فعلت زينب؟ ايش اللي فعلتيه في الناس؟ وشو انا يا عاقل ايش مالك زينب؟ ايش فعلتي في الناس؟ اسمع يا انت مش عارف ايش كانوا ناويين ومخططين من ورا بعض. ايش كانوا؟ ما انتش عارف على ايش كانوا ناويين وعلى خيانه وغدر كانوا عاملينها من ورا بعض. انت مش عارف بشيء. صدق يا عاقل انه كان ناوي يخرجهن ويفسحهن ويمشيهن ويشربهن شاي بالحليب من ورا ظهري، وانا اللي قاعده عن جحف 24 ساعه ولا عمره خرجني. تخيل يا عاقل. طيب كيف فعلتي بهم لما فعلتي بهم هكذا؟ كيف ايش اللي فعلتي؟ خطه. ما هي الخطه؟ خطه وخلاص. فعلتي لهم الغام ليش؟ طيب فعلتي خريطه للالغام، احنا جالسين نمشي في البيت، فعلتي خريطه للالغام. ايش من خريطه يا عاقل؟ وانا ايش عرفتني بالخرائط؟ ايش من خريطه يا عاقل؟ كيف حنمشي داخل البيت هذا مجنونه؟ انت اسمعني، شيل لك هذا الحرز معاك
كم شيء وانت مغمض ولا عيقعبك حاجه. شغال هذا الحين زي زين؟ 100% متاكده؟ متاكده. خليني اشوف حقي شو القصه دي. ابو يمن. يا اخي مش زينب يا اخي، مش زينب، كله زينب كله زينب. ليش تطلبوا البنت هكذا دائما انتم يا اخي؟ هذا استقصاء قدو، هذا قد زيتوا بها صراحه. يعني انتم ما تقدروش تمشوا، ما تقدروش تتحركوا باسلوب، يعني ايش اعمل لكم انا؟ عقل هي زينب يعني؟ انا كذبت الحين؟ ايوه تكذب يا عقل. شوف برجع اخرجك انت من يا عقل، احترم نفسك. لا 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 شوف خلاص، انا اقول لك هذا لجنه التحقيق تقول ان زينب بريئه، انتهى الموضوع. ابو يمن صوروا لكم غريب وكونوا مشوا زي الناس، هذا هو القرار الاخير. ما فيش كذاب، صدق انك مجامل. انا مجامل؟ انت تشتم عليك. الحرس مش شغال يا زينب. نسيت اشغله. سهلت إلا اليمن، إيش فيه؟ إيش فيه؟